إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن الإسلام قد اعتنى بشأن الأسرة عناية عظيمة، فقد حث الإسلام على تكوين الأسرة وعلى تماسكها، وذلك لأن تكوين الأسرة وصلاحها هو صلاح للمجتمع وقوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تكوين الأسرة يا عباد الله من مشاريع الحسنات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فإذا احتسب المرء في تكوين أسرته تقوية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكثير الأولاد ليتكاثر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت، ومن احتساب النفقات على العيال، ومن صرف الشهوات فيما أحل الله، كان ذلك من أعظم مشاريع الحسنات للمرء في حياته وبعد موته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الزواج وتكوين الأسرة من سنن المرسلين. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا، وذلك يا عباد الله لما في الزواج وتكوين الأسرة من هذه المصالح العظيمة التي ذكرنا شيئا منها. عباد الله، إن تكوين الأسرة يبنى غالبا على التغافل وعلى العفو عن الزلات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتغفروا تصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالبيوت قد يحصل فيها ما يحصل من الزلات والهفوات، فعلى المسلم أن يتغاضى عن ذلك، فالبيوت تبنى عليها. وأما الحب والمودة فإنه يأتي تبعا، وقد جعل الله عز وجل في الزواج سكنا ومودة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلينا يا عباد الله
أن نعتني بهذا الأمر العظيم عناية عظيمة لما في تكوين الأسرة من تقوية المجتمع المسلم. واعلموا يا عباد الله أن الزواج فيه حقوق للزوج وحقوق للزوجة، كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكثير من الناس قد يتكلم اليوم عن حقوق الزوجة وحقوق الزوجة وحقوق الزوجة ويكثر من ذلك، وينسى أن هناك حقوقا للزوج، بل هي أعظم، كما قال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة، أي درجة في الحقوق. ولذلك ينبغي لمن يتكلم في حقوق الزوجين أن يتكلم عن الأمرين، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وعلى المرء أن يعرف ذلك، وعلى النساء أن يعرفن ذلك. كل يعرف حقه ويؤدي هذا الحق كما أمر الله عز وجل، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد السعادة فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع زوجاته وأهل بيته، فإن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم سعادة الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلما علم شياطين الإنس والجن أن قوة المجتمع المسلم في تكوين الأسرة وصلاحها، حاولوا جاهدين أن يهدموا المجتمعات بهدم الأسر. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان يضع عرشه على الماء فيرسل أعوانه ليفسدوا في الأرض، فيأتون إليه فيقول أحدهم: فعلت كذا وفعلت كذا، ويأتي الآخر ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول لهم: لم تفعلوا شيئا، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه الشيطان أن يضمه إليه ويقربه منه ويقول له: أنت أنت، يعني يباهي بهذا الذي فرق بين المرء وزوجه. فهذا هو حرص الشيطان يا عباد الله على هدم البيوت حتى تنهدم المجتمعات وتنتشر الرذائل في المجتمع، ويكون المجتمع المسلم كالبهائم لا يعرف حلالا ولا ينكر منكرا. ولما ذكر الله عز وجل السحرة في كتابه قال عنهم سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى من أعمالهم الشنيعة في هذه الآية إلا أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، مع أن أعمال السحرة عليهم لعائن الله أكثر من ذلك، ولكن خص الله عز وجل هذا بالذكر لأن الشياطين من الإنس والجن يسعون جاهدين إلى هذا الأمر العظيم. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خبب زوجة على زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرأ من شيء فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب زوجة على زوجها أو عبدا على سيده. فالتخبيب هو الإفساد بين الزوجين، وهو من كبائر الذنوب. واليوم يا عباد الله، كثير من شياطين الإنس
يخببون المجتمعات، فتجدهم يخببون الزوجات على أزواجهم، وذلك يا عباد الله في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل بدعوى الحقوق ودعوى الحرية، وهي في الحقيقة الانسلاخ عن دين الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وسِّع أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.